خوتي اخواتاتي الفلاحة، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فقرتكم اجيو ناخذوا العبرة من الخبرة اللي كتقدمها لكم مبادرة OCP المثمر. اليوم كنتواجدوا في جامعة توغيلت اقليم سيدي قاسم في اطار تتبع منصة تطبيقية ديال الحمص الربيعي في السومي ديريكس، يعني الزرع المباشر. اليوم وصلنا كما كتشوفوا المرحلة ديال الحصاد، وغنشوفوا الجودة ديال هذا المنتوج وكيفاش الفلاحة كيخدموا على هذه المنصة طيلة السنة. وغنشوفوا أيضا مجموعة ديال النتائج مع السيدة لبنى شاقار ممثلة مبادرة OCP المثمر في إقليم سيدي قاسم، فابقوا معنا. اليوم تنتواجدوا في احدى المنصات التطبيقيه الخاصه بزراعه الحمص الربيعي واللي مزروعه بتقنيه ديال الزرع المباشر. اليوم حنايا متواجدين باش اننا نواكبوا العمليه ديال الحصاد ولا العمليه ديال التدريس ديال هذه المنصه هذه، وباش اننا نشاركوا مع الفلاحه ديالنا النتائج ديال المنصه والفرق اللي كاين من خلال هذه المنصه ومن خلال المسار التقني اللي اعتمدناه في هذه المنصه التطبيقيه. اولا قبل ما نذكر النتائج ولا المسار اللي خدمنا به في هذه المنصه، بغيت نذكر الارقام اللي وصلنا لهم هنايا بالنسبه ديال تقنيه الزرع المباشر في اقليم سيدي قاسم. فبالنسبه لهاد التقنيه ديال الزرع المباشر، كيف ما كتعرفوا كيف ما ذكرنا سابقا في حلقات سبق على الاهميه ديال الزرع المباشر والايجابيات ديالها المتعدده اللي كاينين. فبالنسبه للارقام، فاحنا في اقليم سيدي قاسم كنتوفروا على 8 ديال البدارات اللي وضعناهم وراه الاشارات ديال مجموعه من التنظيمات المهنيه اللي خدامين بهاد البدارات هادو واللي تيواكبوا الفلاح وتيزرعوا لهم على حسب الزراعه ديالهم. المساحه اللي توصلنا لها هاد السنه ولا اللي قدرنا نوصلوا لها 4540 هكتار اللي مزروعه بتقنيه الزرع المباشر، فيها مختلف الزراعات. فيها بدايه من اول سنه كنا زرعنا فارينه والقمح، وبالاضافه الى الزراعات الربيعيه والزراعات الزيتيه. فهذه السنه هذه نظرا للظروف المناخيه اللي كانت صعيبه شويه، وهنا في المنطقه سيدي قاسم كانت صبات واحد التساقط، كانوا عندنا واحد التساقطات مطريه في شهر 3 اللي خلات الفلاح انه يتوجه للزراعات الربيعيه. هذاك الشيء علاش المساحات كانت مهمه بالنسبه للزراعات الربيعيه والزراعات الزيتيه، لان الفلاح حاول ينقذ السنه ديالو ويتوجه لهاد الزراعه هذا. فبالنسبه لتقنيه الزرع المباشر في اقليم سيدي قاسم، فاحنا قدرنا ندخلوا العشرة ديال الجماعات الترابيه اللي قدر يستفد اكثر من 250 فلاح من هاد التقنيه هادي ويزرعوا بها. والحمد لله حنا دابا في اخر السنه وصلنا للمرحله ديال الحصاد، وصلنا للمرحله اللي كان الفلاح تيجني فيها الثمار ديال العمل ديال السنه كامله، والنتائج ديال التقنيه ديال الزرع المباشر واضحه واحد الوضوح اللي حنا دابا حاليا ولات عندنا طلبات كثيره على تقنيه ديال الزرع المباشر. فاليوم كيف ما نرجع للمنصه هذه اللي حنا اليوم متواجدين فيها، هي خاصه بالزراعه ديال الحمص الربيعي. اعتمدنا فيها على تقنيه ديال الزرع المباشر، واعتمدنا فيها على واحد المسار تقني معقلا من البدايه. درنا تحاليل ديال التراب، خدم الفلاح خدم شرا لانكري ديال التراب خدم به. جينا كذلك من بعد داوينا الامراض، داوينا على الاعشاب الضاره، داوينا على الامراض الفطريه، داوينا على الحشرات اللي كتصيب هاد التقنيه اللي كتصيب هاد الزراعه هادي. اللي بغيت نذكر هو ان هنايا الناس في المنطقه ديال اقليم سيدي قاسم وبالضبط في جماعه توغيلت، فالفلاحه ولا الزراعه ديال الحمص الربيعي هما عندهم هذيك الفكره ديال اننا ما تنقيسوهاش، ما تنديرولهاش لانكري، ما تنداويوهاش. وهاد السنه هذا نظرا لان التساقطات المطريه جات كثيره، دفعه واحده في شهر 3 وفي شهر 4 اللي كان وقع هو ظهور امراض فطريه كثيره، والفلاح ما داواش، ما دخلش هذوك التدخلات اللي خص يدير بالنسبه للامراض الفطريه، ومشى ليهم الحقل تقريبا كامل. يعني الفلاح ما تيهز والو من هذيك الفلاحه ديالو، في حين مثلا ملي كنشوفوا المنصه التطبيقيه واللي اعتمدنا على واحد المسار تقني معقلا، فالحمد لله النتائج كانت جد جيده مقارنه بالفلاحه الاخرين اللي ما اعتمدوش واحد المسار معقلا. السلام عليكم، حمرية عبد القادر، عملة سيدي قاسم، قيادة القنيشات، جماعة توغيلت. نتكلم لكم شوية على هادشي ديال المباشر.
هذا المباشر زرعنا، نعم زرعنا بالماكينة المباشر، درنا الانجري ديالنا، درنا الدواء، تسنى داك الشيء حرطنا كل شيء قادناه الحمد لله. تما تشوفوا النتيجة كيفاش، عطاتنا 6 القناطر في القطار ومزيانة. الناس اللي مع جنابنا وهذا الشيء ما داروش الدواء، ما داروش الانجري، ما داروش ملحة، ما داروش داك الشيء، هذا ما داروش داك الشيء مقاد. كاين اللي ما صور مسكين والو، كاين اللي صور جوج خنشة ثلاثة ما صور والو، كاين اللي ما عندوش حتى الثمن، ما جاش داك الشيء، جا داك الشيء قليل. وحنا الحمد لله بفضل هاد الناس ديال المباشر وهذا، وجاو التقنيات وتيوريونا، وكل نهار واقفين معانا وتيمشيو يجيو لعندنا تيوريونا، والادويه والمواد، درنا الانجري ديالنا، درنا داك الشيء هو هذاك، وزرعنا بزريع ديال المباشر. جاب الله هاد البركه هذه، تبينه جات تبينه شويه تبن، وصطاد القناطر في القطار، ودابا حنا غادي خدامين. ودابا حنا بدينا في الاول بصطاد القناطر، ودابا حنا باقي نتابع النتيجه ديالنا ان شاء الله. حنا تنتمناو من الله يزيدنا ثاني ان شاء الله الرحمن الرحيم.